خل اقول لكم بيتين صغار على ود نفض الموضوع بيهن. دوم اضحك عزعل وافرح اكيد العمر لحظات لازم تنفهم. البارحه وفات ويجي باكر جديد ما دام نتنفس ضروري نبتسم. الابتسام اهم من كل شيء. الايجابيه هو الهدف الحقيقي والتركيز الاكبر. لان هذا التعثر اللي حكينا عليه مو معناها خسارتك الى الابد. هي خساره مؤقته ودرس جميل لاي واحد بيكم راح يخسر. واتمنى للجميع الفوز. واعتقد الفائز الاول والاخير هو جمهورنا اللي تابعنا. وان شاء الله كنا قد حسن ظننا. اتمنى من رب العالمين يكون وصلنا رساله حقيقيه وواضحه وجميله على شبابنا واملنا ومستقبلنا المعقود على هاي الوجوه الجميله اللي عكس الصوره حقيقيه لمستقبل زاهر ان شاء الله. طيب خلينا نجي شويه يم الرتيم نسولف شوف شنو الاخبار شنو الاحساس المعنويات آية شنو والله كل شيء زينين الحمد لله والله معنوياتنا من الخوف تحت الصفر صارت اي والله راح ابكي اختصاص انت بكي اليوم ابدعتي اليوم يعني مهما تكون النتيجه انت اليوم ما قصرتي نهائيا برافو عليك برافو هيدا صراحة الفريق كله ما قصر وإحنا بكل جهد هذا نحكي 13 حلقة أكيد يعني بكل الحلقات زين وتعبنا وتأدينا هواي وقعنا أكيد طبعا بس دائما نرجع كل وقعة هي تقوينا وتقوي ظهرنا هماتين وإن شاء الله الفوز لنا بالأخير شوف أحمد كابتن البرنامج هذا انطتنا شلون أقول لك مثل فشي دعم لنا يعني بحيث إنه بكل حلقة احنا جاي نوقع بحلقة الثانية جاي نعوض، عطتنا شفنا وايد مطبات، شفنا وايد عرقلة بحياتنا بحيث انه وصلنا لنتيجة انه احنا قريبين عليهم وعبرناهم زين فان شاء الله الفوز بس دم مو بقي بياني. انتوا ايش فيكم ضايجين من هسه؟ لا والله احسكم شوية وين البلو تيم قبل؟ اوه الدنيا حارقة. ايش فيك كابتن ليش؟ صرفنا جهد والله انا وياك. الهيرو؟ اي والله. شكو؟ شو نسوي؟ شنو احساسك شعورك؟ والله هو احنا ببدايه اكثر من حلقه يعني احنا فزنا عليهم اكثر من حلقات اكثر من عندهم بهوايه بس استهزئنا صراحه كلش استهزئنا وهذا كلش غلط درس ليش بس هذا؟ بس العوض لا هسه وبعدين يعني اوكي سوزان توتر انا بس ما اعرف شو اقول بس اذا خسرنا لا مستحيل اقتلهم كلهم ايسا والله اعصاب كلش مشدوده انت اخر واحد يحكي على الاعصاب اخر واحد بالدنيا انت مسترخي لا مو سكوت يعني انه مرات اكو وراه غير شيء يعني صح ايوه هدوء قبل العاصفه ايوه والله الله يستر الله يستر زيوني زين قلق فول يعني قلق فول اول مره زين بيحكي هو كاية صار بدي تقلص بالقصبات ايامه الرشوه مبينه ما رشفه جسمي قام يحكني كلش متوترين